الثامنة من القناة الوطنية الأولى، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وإليكم عناوين النشرة. رئيس الحكومة يعلن صرف القسط الأول من مستحقات المتقاعدين قبل عيد الأضحى وإدماج المراريفية في منظومة التغطية الاجتماعية. عودة تدريجية لكمية بعض الأدوية التي سجلت نقصاً وسوء توزيع إلى الصيدليات بعد تعهد الصندوق الوطني للتأمين على المرض بسداد جزء من ديونه. مكاتب صرف خاصة تركز قريباً في أنحاء الجمهورية بعد تخرج دفعة أولى من المؤهلين في القطاع، والهدف التصدي لسوق الصرف الموازية. أهلاً بكم. قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تمكين المتقاعدين من مستحقاتهم كاملة وصرفها على 4 أقساط، على أن يتم صرف القسط الأول قبل عيد الأضحى المبارك. وقد أعلن رئيس الحكومة هذا القرار في ختام مجلس وزاري مضيق خصيص للنظر في عدد من الملفات الاجتماعية. كما أكد الشاهد اعطاءه الإذن لنشر الأمر المتعلق بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون في الرائد الرسمي يوم الجمعة القادم. وفي ملف الحوار الاجتماعي أعلن رئيس الحكومة عن الإذن بنشر الأمر المتعلق بإرساء مجلس الحوار الاجتماعي بالرائد الرسمي كخطوة لتأطير العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين. قررنا تمكين المتقاعدين من مستحقاتهم الكاملة القديمة والجديدة، وهذا حقهم وما هيش مزية، لأنهم هذو نساء ورجال عدوا حياتهم في خدمة تونس. كيف عطيت الإذن باش نهار الجمعة يتم نشر الأمر المتعلق بالزيادة في الأجر الأدنى في السميك، إن شاء الله يصدر في الرائد الرسمي يوم الجمعة، الشيء اللي باش يكون عنده أيضا انعكاس إيجابي على تعديل الجرايات متاع المتقاعدين. في نفس هذا الإطار إن شاء الله الرائد الرسمي متاع نهار الجمعة باش ننشر فيه الأمر المتعلق بإرساء مجلس الحوار الاجتماعي، الذي معناه إنجاز كبير ونعتبره خطوة مهمة في تأطير العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين، وباش يكون مؤسسة مهمة تنظم الحوار بين مختلف الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وتساهم إن شاء الله في إرساء شراكة اجتماعية حقيقية بين كل الأطراف. وخلال المجلس الوزاري المضيق الذي خصص للملفات الاجتماعية، حظيت المرأة الريفية بحيز مهم، حيث تم إقرار منظومة تحميني لتمكين النساء العاملات في الوسط الريفي من الانتفاع بالتغطية الاجتماعية. وقالت وزيرة المرأة إنه سيتم ملائمة القانون الجاري به العمل فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، وذلك بإدراج فئة العمل الموسميين في القطاع الفلاحي ضمن الفئات التي يشملها القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العمل في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. عقب مجلس وزاري مضيق، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قراره إدماج المرأة الريفية في منظومة التغطية الاجتماعية بإمضاء اتفاقية تسمح بتمكين حوالي 500,000 امرأة عاملة ريفية من التمتع بالتغطية الاجتماعية والصحية. النهوض بالوضع الاجتماعي للمرأة الريفية وكيفية إدماجها في منظومة التغطية الاجتماعية حتى تتمتع بتغطية اجتماعية وصحية، وهنا سيقع إمضاء اتفاقية تمكن تقريب حوالي 500,000 امرأة عاملة ريفية بالتغطية الاجتماعية والصحية، وهذه نعتبرها خطوة مهمة في إطار تطوير مكاسب المرأة العاملة الريفية. وفي ندوة صحفية عقدت لعرض الاستعدادات للاحتفال بعيد المرأة هذه السنة، أعلنت وزيرة شؤون المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن نزيهة العبيدي إحداث مراكز لإيواء النساء المعنفات. صادق المجلس الوزراء على الخطة 13-25 لمجلس الأمن لحماية المرأة من مختلف أشكال العنف. أقر المجلس كذلك أنه نظرا لقلة وجود المراكز إيواء النساء المعنفات، أنه آذن بأنه نضيفوا مراكز لإيواء النساء المعنفات في مناطق أخرى من الجمهورية. برامج متنوعة للاحتفال بعيد المرأة عرضتها الوزارة خلال هذا اللقاء مع وسائل الأعلام.
البرامج متاعنا متعدة ومتنوعة، والأهم من هذا زادة هو أنه باش تكون في شهر أكتوبر تونس عاصمة الاستثمار. 11 أوت باش يكون اجتماع، أول اجتماع للوزيرات المكلفات بشؤون المرأة في اتحاد المغرب العربي، وإن شاء الله باش نخرجوا بتوصيات لتوحيد الجهود. جهود مختلفة قد تساهم في مزيد العناية بالنساء المعنفات والكادحات في مجالات عدة. وفي مجال الصحة، ومع تواصل نقص الأدوية الحياتية، نظم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ندوة موضوعها واقع الأدوية في تونس والحلول المقترحة. حضرها كل الأطراف المتدخلة، منها الصيدلية المركزية والصندوق الوطني للتأمين على المرضى. يبدو أن أزمة نقص الأدوية في طريقها إلى الحل، ويبدو أن قرار المجلس الوزاري المتخذ في جوان المنقضي والقاضي بتوفير السيولة المالية اللازمة للصيدلية المركزية لتسديد مستحقات عدد من المخابر الأجنبية لقي تفاعلا إيجابيا مع هذه المخابر، ترجم بالعودة التدريجية لتزويد السوق الوطنية ببعض أنواع الأدوية التي شهدت نقصا واضطرابا في التوزيع. الثقة رجعت نوعا ما بين المزودين والصيدلية المركزية، ولاحظنا في الأسبوع الأخير تحسن كبير ودخول على الأقل 40 أو 50 نوع من دواء كانوا مفقودين. صحيح الكميات ما زالت ما هيش بالصفة المطلوبة، ولكن ثم عودة تدريجية لنسق عادي إن شاء الله من هنا الأشهر القادمة. يعني احتياطي يمثل 88 يوم من الاحتياجات الوطنية لاستهلاك الأدوية. بالنسبة لبعض المواد والأنواع التي شهدت اضطرابات تزودنا فيها ابتداء من أسبوع الفرد، مثلا مادة الأنسولين، ونعاود نكرر أن الأنسولين هناك عدة أنواع من الأنسولين. المادة الأكثر شيوعا والمدعمة في 90% من كلفتها من الصيدلية المركزية متوفر باحتياطي يتجاوز 5.5 أشهر، ولكن هناك نوعين اللي شهدوا اضطرابات خلال الفترة الأخيرة. تحصلنا على معناها شحنات من المخبر الفرنسي المعني. معطيات قدمت خلال ندوة علمية تناولت أزمة نقص الأدوية وأسباب أزمة الصيدلية المركزية. الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض أكد أن أزمة السيولة في الصندوق خلال سنتي 16 و 2017 و 2000 كانت سبباً في تأخر تسديد مستحقات الصيدلية المركزية. التزم الصندوق الوطني للتأمين على المرض في أن يحيل شهرياً مبلغ 23 مليون دينار للصيدلية المركزية. اليوم المبلغ تاع 322 مليون دينار سنويا اللي يقتنيه الصندوق من عند الصيدلية المركزية، كي نراقب وتيرة الخلاص منذ جانفي إلى حد اليوم هي وتيرة مستقرة تجاوزت تقريبا 170 مليون دينار إلى حد السنة هذه. الندوة نظمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، موضوعها واقع الأدوية والحلول المقترحة. إعادة إصلاح المنظومة، مثلا أن تتكفل إذا الخزينة المركزية تستخلص إذا فلوسها مباشرة، ثم محاربة التهريب، وخاصة يلزم اليوم الكلنا نتكاتفوا باش نحاربوا خطر خطير وهو كونترفاسون. الندوة التي حضرتها كل الأطراف المتدخلة في قطاع الأدوية في تونس تواصل البحث في الحلول الفعلية لتوفير حاجيات السوق من الأدوية وضمان حسن توزيعها. في مجال المال، وبإشراف الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، تم اليوم تسليم شهادة تخرج الدفعة الأولى لبعث مكاتب صرف خاصة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك طبقا للأمر الحكومي المحدد للحد البنكي الأدنى المطلوب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي لفتح مكتب صرف. بهدف مزيد تنظيم السوق المالية في تونس والإسهام في التصدي لسوق الصرف الموازية، من المنتظر أن يتم بعث مكاتب صرف للعملة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك إثر تخرج الدفعة الأولى لمسؤولي مكاتب الصرف الخاصة. تم استكمال جميع الإجراءات الترتيبية والقانونية لتمكين الأشخاص التونسيين لأنه يحثوا مكاتب صرف، واعتقدنا أنه هذه فرصة معناها ممكن تمكن من أنه تحسن من التعامل في العملة في تونس،
وأنها تسهل عملية تبديل العملة. ثم سوق موازية انت عملة صعبة اللي هي تقلق لي تخليك ما تتحكمش معناها في المعطيات اللي عندك، ما تعرفش عندك احتياطي عملة، ثم عملية تهريب للعملة. دونك هذا يظهر لي أنا استكمال المنظومة القانونية والترتيبية لتنظيم عملية معناها تبديل العملة بصفة قانونية على غرار عديد الدول اللي انطلقوا في التجارب هذا من عشرات السنين. وبإمكان مسؤولي مكاتب الصرف الخاصة الذين وقع تدريبهم بأكاديمية البنوك والمالية بعث مكاتب صرف بعد التحصل على رخصة من البنك المركزي التونسي الذي يشرف على مراقبتهم وفق التراتيب التشريعية الخاصة بمراقبة الصرف. التدريب هذا يمر على 17 يوم ويتخلوا امتحان شفوي وكتابي، وعلى اثر الدفعه هذه اللي هما 35 مشارك نجحوا 30 مشارك اللي خذوا الشهاده نتاعهم. من غدوه نجم يصبوا المطالب نتاعهم في البنك المركزي، ونتصور انا في شهر مده شهر شهرين نجموا يحلوا المكاتب نتاعهم. ان شاء الله تكون مبادره جديده من طريق الدوله معناها باش نحاربوا تبييض الاموال والارهاب، وان شاء الله نلقاو دعم البنوك والحاجه والسوق الماليه الكل باطرافها اللي هي الدوله وبيان سير زاد الخواص يدعمونا يعاونونا، وان شاء الله ان نكونوا نساهموا في القضاء على السوق الموازيه تاع الصرف. وتستعد الجمعيه المهنيه للبنوك والمؤسسات لاستقطاب الدفعه الثانيه في شهر سبتمبر القادم وتدريبهم لبعث مكاتب الصرف. وفي علاقة بالمعاملات البنكية، تفتح جميع البنوك في تونس شبابيكها للعموم يوم السبت 11 من أوت الجاري من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار، وتخصص هذه الحصص لإنجاز العمليات المتعلقة بالتنزيل نقدا والسحب والصرف اليدوي دون سواها. كما سيفتح البنك المركزي التونسي شبابيكه بمقره الرئيسي وبكافة الفروع خلال اليوم نفسه وبالتوقيت نفسه لإنجاز العمليات المتعلقة بالدفعات. ويأتي هذا القرار لضمان سير المعاملات أثناء العطلة بمناسبة عيد المرأة الذي يوافق الاثنين القادم 13 من أوت. تسقط كميات مهمة من الأمطار خلال الأيام الأخيرة كان له وقع إيجابي لدى عدد من الفلاحين. فلاحون استبشروا بهطول المطر وقدموا جملة من شواغلهم وتطلعاتهم لمزيد من الدعم لمواصلة نشاطهم الفلاحي. الأمطار الأخيرة ورغم ما أحدثته من أضرار على مستوى البنية التحتية في بعض الجهات كان لها الوقع الطيب لدى الفلاحين. الغيث الذي تهاطل بخسارة هنا تجلت فوائده خاصة في توفير كميات من الماء للري وتغذية المائدة المائية. حل كل شيء معناتها تقتل حتى برشا حشرات، نقص علينا برشا حشرات وترجع المادة الأرضية. استبشرنا بها ونتمنى معناتها تزيدنا الامطار شويه. الحمد لله اللي نعمه من عند ربي اللي ربي اعطانا امطار تبارك الله نافع للازدار خاصه الزيتون الازدار المثمره وخاصه زاد الارض اللي باش ينزم واحد باش يحرث فهمتني تسهل له. مع قبل الامطار هذه ترى منظر اخر الحقيقه وترى معاناه الفلاح بأتم معنى الكلمه. اليوم الحمد لله بعد المطر هذه بعد الامطار هذه مبدئيا اللي راهو فيه ثم معناها الظاهر تبدل برشا ان شاء الله، وان شاء الله اللي جاي معناها تغيير على مستوى الباطن على مستوى المائده المائيه، خلي نقاط المياه ترجع وخلي الناس ترجع تخدم الحقيقه. لكن رغم هذا الرصيد المائي تظل هذه الضيعات في حاجه الى خزان اكبر من المياه لتجاوز النقص الحاصل فيها، فيما تبقى الاضرار الناجمه عن توغل الخنزير البري داخل الحقول وضعف مسالك تسويق المنتوج من ابرز المشاغل اللي تؤرق الفلاحين في هذه الجهه. بعد اذا كانت توصل الصابه نتاعك ثم مشكل التسويق اللي هو مشكل عويص جدا معناها ثم سلعه ما تستناكش. مثلا احنا تو ننجو كما نحكي لك انا على الغله ننجو الغله اذا كان ما عندكش اسواق مباشره وقت وبالوقت وكل معناها خساره كبيره للفلاح. نتمنوا معناتها تزيدنا الامطار شويه. ونشوف الدولة ماذا بينا تعاوننا شوية هكا معناتها تزيدنا شوية دعم. كنا تو بالنسبة لنا احنا هنا خاصة عندنا الخنزير عامل فينا اليوم قديش من عام ما عادش مخلينا لا زيتون لا دار مثمرة لا بطيخ ما مخلينا حتى شيء. شواغل عديدة تتصل بالإنتاج الفلاحي تنتظر حلولا ناجحة لتطوير مردودية القطاع الفلاحي الذي يبقى مصدرا هاما لضخ موارد إضافية لميزانية الدولة.
أبرز شواغل التونسيين المقيمين بالخارج من أبناء جهة جندوبة تم طرحها ضمن ندوة تهدف إلى دعم مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الجهوية. هذه الندوة نظمتها المندوبية الجهوية للتونسيين بالخارج مع مركز أعمال جندوبة. هذه الندوة الجهوية مثلت مناسبة للوقوف على مشاغل المقيمين بالخارج من أبناء الجهة في الجانب الاجتماعي بالخصوص، وتقديم أهم الإجراءات التي وقع اتخاذها لتمتيعهم بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء. إشكالية عندنا ثم جهل بالمعلومة، وثم معناها ثم تقصير شوي من الإدارة التونسية، لأن على مستوى الجرايات باقون على قيد الحياة، ثم بعد عنده فلوس ما خدتهاش تعرش السيركوي. إن شاء الله نخرجوا بنتائج إيجابية، وإن شاء الله يحققون نتائج ممتازة خاصة في مجال الاستثمار الخاص. عدد من المشاركين في فعاليات هذه الندوة الجهوية من أبناء ولاية جندوبة، والذين وقع تكريم أبنائهم من المتفوقين علميا على هامش هذه الندوة، عبروا عن استعدادهم للمساهمة في تنمية الجهة اقتصاديا لو توفرت إرادة حقيقية لتيسير الإجراءات الإدارية والجمركية بالخصوص. الروتين الإداري قاعد يعني منذ سنوات هو نفسه. تصور مثلا حتى أنت تحب تعمل مشروع، تحب تهبط مثلا نكراها، بتحب تهبط آلات، ما فماش يعني استعداد يعني تشجيع، ما فماش حاجه تشجعك برشا على اساس انك تستثمر في البلاد نتاعك. ثم غلاء كبير، وثم تعقيدات كبيره في الحكايه نتاع الاف سي ار والاشياء، تحس هكا اللي دفعت قبل مثلا على المعاليم نتاع الجمارك على السيارة اي صحيح، تحسها تضاعفت. الندوة الجهوية المقيمين بالخارج بجندوبة موعد سنوي يسعى القائمون عليه لتطويره ودعمه بإجراءات جديدة من أجل الاستجابة لتطلعات أبنائها في الخارج. مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة في السنوات الأخيرة، بات استعمال المكيفات الهوائية حاجة ضرورية، غير أن هذه الحاجة تخفي وراءها العديد من الأمراض التي يتسبب فيها الإفراط في استعمال المكيفات. مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الصيف، باتت المكيفات تفرض نفسها على حياتنا بالمنازل وبمراكز العمل وبالسيارات وبالفضاءات التجارية، وبات استعمالنا لها ضروريا دون الاهتمام بفاتورة الكهرباء المشطة. لأن المكيف حاجة لازمة، وسرتو في كتولي في الحرارة الكبيرة كما هذه تقدرش تقضي بلاش هذا، وحتى من ناحية المواد السلعة كي تعود حاجة مكيفة أنا نفضل نشريها من فضاء تجاري وما نشريهاش من بلاصة البرة لأنها ما يشفي الحرارة المناسبة ليه. وقت اللي نروح نخدمه يعني في الخدمة عنا فما استنست بيه بصراحة. بد المكيف لابد من حاجات أساسية في كل فضاء تجاري، حتى العمال يبدا فما نشاط في العمل. نستعملوا الكليماتيزر وقت الضروره، معناها ما نستعملوش ديما كل يوم، خاطر الشيء اول حاجه خافوا على الصغيرات لا يمرضوا، وثاني حاجه في الاستهلاك الضوء، راهو اللي يعرف كيفاش يستعملوا ما يستهلكلوش برشا ضوء. ولا شك في ان تكييف الهواء امر منعش في الطقس الحار، لكن قضى معظم اوقات النهار في مكان مكيف له اثار جانبيه على الصحه. منها انه الكليماتيزور لازمنا نعرفوا انه يخفف من المناعه نتاع الجسم نتاع الانسان، وهذا يتسبب في برشا امراض فيروسيه في الرواري، في الجراجم، في الوذنين، الخشم يولي يجبد. كما لازمنا نعرفوا الهواء نتاع الكليماتيزور هو شايح، هو جاف، ويسبب زاده في جفاف في الرواري سورتو عند الصغيرات. الحد من الاثار الجانبيه التي تضر بالصحه، يجب الحرص على تجديد الهواء بانتظام اكثر من مره يوميا والالتزام بالصيانه الدوريه. دوك احنا شنو نصحوا ديما المكيف يبدا معدل خصوصا في اول تلاقي في البرومي كونتاكت مع الكليماتيزور. الحاجه الثانيه لازم الصيانه لونترتيان المكيف، لازم كل اسبوع لازم الفلتر يتنظف. اذا كان باش تخلي الكليماتيزور يضرب 24 على 24 من غير ما تتم تهويه نتاع الغرفه، باش تزيد الاضرار الاكثريه، الاضرار نتاع الانفكسيون ولا الامراض الجرثوميه ولا الفيروسيه. لم يعد المكيف من الكماليات أو شكلا من أشكال الرفاهية الاختيارية، بل أصبح جهازا ضروريا ومن الواجب كيفية استخدامه تجنبا لآثاره السلبية. إلى عالم الذهب وتحديدا سوق الذهب بالمكنين من ولاية المنستير، هذا السوق الذي كان فيما مضى يشهد حركية كبيرة كل يوم أربعاء، اليوم وأمام ارتفاع الأسعار مقارنة بإمكانيات الحرفاء تغير وجه هذا السوق ليسجل تراجعا في الإقبال.
يعد سوق الذهب بالمقليم من ولاية المنازفين من المعالم التاريخية البارزة في المدينة، حيث يعود تأسيسه من قبل الجالية اليهودية إلى مئات السنين. هنا تباع مختلف أنواع المسوق والملابس التقليدية في كل يوم أربعاء من الأسبوع. مولودا عام 28 وبعد تالي ولا 13 شهر نلقى سوق ذهب، سوق يهود. ماشي هذا النحاس هذا ولا المعدن هذا ما فماش، أما فضة ولا ذهب هذا السوق، هذا السوق هذا نهار الأربعاء تلقاه زحمة زحمة زحمة، كله بتاع ذهب، كله هذا عوانت منه وعوانت منه كله بتاع ذهب وتو ما عاش ما اشتغل. يعني نخدم في القلال والتلال وبتاع المجوهرات الكل كياسين على تقليدية نصنع ونبيع. عندي 25 عام في السوق. السوق هذا يتباع فيه كل شيء، اللبس التقليدي بتمامه وكماله، والعباد تجيه من كل بلاصة من ولاية مستير كاملة تجيه تتصب فيه، خاطر هو أرفق سوق وأرخص سوق. رغم عراقة هذا السوق تشهد الحركية التجارية به تراجعا واضحا في الفترة الأخيرة. حركية ضعفت برشا والناس ما عادش عندها فلوس، أكثر السائغية سكروا ما عادش يخدموا أصلا، ما عادش تشجيعات، ما عادش فما حاجة، الناس كله فشلت. والجرام ذهب ولا ب 105,000 وب 110,000 ويتكلف على السايغي يتكلف عليه ب 95 دينار وب 98 دينار. انا الذهب اللي يجيني كل مطبوع امريكي الجارانتي عام 18 ولا 9 مطبوع. بالنسبه للغلاء جرام الذهب تو يتباع ب 80 دينار وانت طالع. هذا هو اللي خلى المواطن قاعد يشري في الفضه ويشري في ذوق 9. تبدل البطحة دي كانت مليانة ما تلقاش منين تتعدى، فهمني؟ ما تعرفش، ما تنجمش تعرف، ما ربما العباد ما عادش ملحقة باش تشري الذهب، ما عادش ملحقة. الزوالي القليل ولا يلبس الفضة، يلبس البلاكيور، يلبس الذوق 9، يلبس الفالسو. فيما يتعلق بسوق الذهب اللي هو معلم من معالم المدينة، فضلا عن أهميته التاريخية عنده بعد اقتصادي واجتماعي وهو السوق بلدية، عنا برنامج بإذن الله أن مش يقع التهيئة متاعه ثم العناية به والإحاطة باللي يتعطاه هذا النشاط، فضلا على السعي إلى إدراجه في المسلك السياحي المزمى إحداثه في مدينة المقنين. وفي انتظار أن يشهد هذا السوق انتعاشة تجارية يأمل البائع والمستهلك على حد السواء انخفاضا في أسعار الذهب تعيد لهذا المكان نشاطه وبريقه. دوليا، قال وزير الخارجية السعودي عادل جبير إنه لا حاجة لوجود وساطة في الخلاف الدبلوماسي المتصاعد مع كندا وإنه على أوتاوا تصحيح ما قامت به تجاه المملكة. أضاف الجبير في مؤتمر صحفي في الرياض أن النظر قائم في اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه كندا دون الكشف عن أي تفاصيل. هذا وعبرت روسيا عن تأييدها للسعودية في الخلاف المتصاعد مع كندا، وأبلغت أوتاوا أنه من غير المقبول أن تلقي محاضرة على المملكة بشأن حقوق الإنسان. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إنه ينبغي الترويج لحقوق الإنسان مع احترام العادات والتقاليد الوطنية المحددة. قالت وكالة إغاثة أممية إن هجوما مرتقبا للقوات السورية على مواقع المعارضة المسلحة في محافظة إدلب شمالي غرب البلاد قد يؤدي إلى تشريد نحو 700,000 شخص، وهو ما يفوق عدد المشردين جراء المعارك الأخيرة في جنوب غرب سوريا. وتوجه نحو 10,000 شخص من النازحين عقب اتفاقات إنهاء القتال خلال الشهرين الماضيين إلى محافظة حلب الشمالية وإدلب. بعد يومين من فرض عقوبات أمريكية جديدة على طهران، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن خطة الولايات المتحدة لوقف تصدير النفط الإيراني بشكل كامل لن تنجح. في الأثناء اعتبرت ألمانيا العقوبات الأمريكية ضد طهران انتهاكا للقانون الدولي، فيما أعلنت كل من تركيا والصين الالتزام بالروابط التجارية مع إيران. في الوقت الذي تكثف فيه الإدارة الأمريكية جهودها للضغط على دول أخرى لوقف شراء النفط الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن خطة الولايات المتحدة بهذا الشأن لن تنجح، وأكد أنه لا يمكن التفكير في أن إيران لن تصدر النفط وأن آخرين سيصدرونه. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني هدد في وقت سابق بغلق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي للنفط، إذا حاولت الولايات المتحدة وقف صادرات النفط الإيراني. في غضون ذلك وفيما تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم، دفعت وزارة الخارجية الصينية عن روابطها التجارية مع إيران، فيما قالت تركيا إنها ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران تماشيا مع اتفاق توريد طويل الأمد.
وإذا كان الاتحاد الأوروبي قد اعتبر أن نطاق العقوبات الأخيرة ضد طهران تتخطى الحدود الأمريكية، فإن ألمانيا ذهبت إلى أبعد من ذلك حين اعتبرت هذه العقوبات انتهاكا للقانون الدولي. وقال متحدثون باسم الحكومة إن برلين تتوقع أن تراعي واشنطن المصالح الأوروبية عندما تفرض مثل هذه العقوبات. من جهته أكد العراق الذي دفع ثمن العقوبات الأمريكية ضده لنحو 13 عاما التزام بالعقوبات الأمريكية ضد طهران لحماية مصالحه، رغم أنها تضع حكومة تصريف الأعمال التي يقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي في موقف صعب، باعتبار أن واشنطن وطهران هما أكبر حليفين للعراق. ورغم ما وصفه العبادي بالرفض المبدئي لسياسة العقوبات في المنطقة، وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد طهران، ومن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الشركات التي تجري معاملات مع إيران ستمنع من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة. ورفضت إيران في اللحظة الأخيرة عرضا من إدارة ترامب بإجراء محادثات قائلة إنها لا يمكن أن تتفاوض بعد أن تراجعت واشنطن عن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. في أخبار رياضة، نظمت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم ندوة علمية تم خلالها عرض خطة الوزارة لمكافحة العنف والشغب والتعصب في الملاعب الرياضية، وذلك بحضور خبراء قدموا مقاربات وحلول مختلفة. معالجة ظاهرة العنف في الملاعب الرياضية تعتبر عنصرا ضروريا لإنجاح الموسم الرياضي الجديد، لذلك دعت وزارة شؤون الشباب والرياضة عددا من الخبراء في مجالات مختلفة للمشاركة في الندوة العلمية التي تم خلالها التركيز على دور وسائل الإعلام في هذا الشأن عبر استعراض خطة إعلامية تحسيسية لمكافحة هذه الظاهرة، فيما وقع تقديم نتائج صبر آراء الجماهير الرياضية في هذا الإطار، وأيضا تقديم منظومة بيع التذاكر الإلكترونية والتذاكر عن بعد. اليوم كل ما داخلين في الشأن الرياضي مقتنعين اللي الآفة هذه يلزمنا نلقاوها، لازمها ما عادش تكون موجوده في الملاعب التونسيه، باش ندخل اكثر في العمق كيفاش نكونوا للسادي، كيفاش نكونوا، كيفاش نستعملوا هالليبي الكترونيك، كيفاش كل واحد يعني في القطاع نتاعو، الجامعات، الجمعيات، المحبين، كيفاش كل واحد فينا باش ناثروا الشباب نتاعنا هذايا، باش نحطوا ونوقفوا هالظاهره هذه نهائيا ان شاء الله في القريب العاجل. ومن ابرز النقاط التي تضمنتها الندوه العلميه هي عرض مشروع القانون الاساسي لمكافحه العنف والشغب والتعصب في المجال الرياضي، وتقديم برنامج تكوين مؤطري الجماهير في اقتداء بالتجربة في الملاعب الأوروبية. القانون مش يكون أحد الوسائل الناجعة، ونحب نأكد اللي راه مشروع القانون ما عندوش طبع جذري فقط، لأنه البعد الكبير فيه هو بعد وقائي، والقانون يحمل كافة الأطراف مسؤولياتها المتدخلة في الأطراف المتدخلة في الشأن الرياضي، ما هيش مسؤولية الدولة في حد ذاتها. الاستاديين مهمتهم معناها كبيرة، عندهم مكانة كبيرة، لكن وحدهم ما يكونوش الحل، لازم نخدم في العمق. عديدة هي الحلول التي تم عرضها واقتراحها ضمن الندوة العلمية لمكافحة العنف والشغب والتعصب في الملاعب الرياضية، لكن الأهم يبقى البحث عن نجاعاتها لتطوير المشهد الرياضي التونسي. أشرفت وزيرة شؤون الشباب والرياضة مجدولين الشارني أمس على حفل تكريم الرياضيين المتوجين والمتألقين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت بمدينة تاراغونا الإسبانية، والألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر. تكريم يأتي لحث الرياضيين على مزيد تشريف الراية الوطنية واعتلاء منصات التتويج في قادم المحافل الدولية. تكريم ايضا للجامعات الرياضيه، نعرفوا احنا المنح اللي ما تكفيش، نعرفوا ايضا كيف اللي بعض الصعوبات الماليه اللي تمر بها بعض الجمعيات الرياضيه، لكن مع ذلك احنا حرصنا اليوم في على الاقل في اللقاء هذا باش يتم تمتيع رياضيين اللي تم تتويجهم يعني بمنح ماليه، وهذه في اطار حتى تحفيزهم اكثر. عملنا ريزلتا باهي في الجزائر، كانت تنظيم باهي، خذينا زوز ميدالية فضية. الحمد لله يا ربي في الألعاب الأفريقية مع المنتخب الوطني بتاعنا اللي هو شو كونغ فو، حصل على المرتبة الأولى في على المستوى الأفريقي، مرتبة أولى في الأساليب، مرتبة ثانية في الساندا، وفي العام الحمد لله يا ربي تحصلنا على المرتبة الأولى أفريقيا.
دعت الجامعة التونسية لكرة القدم أندية الرابطة المحترفة الأولى إلى احترام الاتفاقيات المبرمة مع القنوات التلفزية بخصوص حقوق البث التلفزي وحق الدخول إلى الملاعب وعدم السماح بدخول أي كاميرا تلفزية لأي طرف غير مرخص له من الجامعة وتسهيل عمل القنوات التلفزية المتعاقدة ومساعدة فرقها الصحفية والتقنية على أداء مهامها في أفضل الظروف تجنبا للعقوبات الإدارية والمالية المنصوص عليها بالمجلة التأديبية. كما دعا المكتب الجامعي كل الفرق إلى الالتزام بإحضار لاعب أو فني للحديث في المباشر قبل المباراة وبعدها بالإضافة إلى حضور المدرب المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء وكذلك حضور لاعب وفني للحديث في المباشر بعد نهاية المباراة مع ضرورة التحلي بالروح الرياضية واحترام الميثاق الرياضي خلال التصريحات موضحا أن كل ناد مخالف سيتعرض آليا إلى خصم مبلغ 10,000 دينار من منابه من حقوق البث التلفزي. وفي إطار متابعتنا لتحضيرات أندية بطولة الرابطة المحترفة الأولى نتطرق اليوم إلى استعدادات مستقبل جابس إذ يسعى الفريق إلى تحقيق بداية موسم إيجابية تحت قيادة مدربه الجديد حاتم المساوي. بمجموعة تضم 26 لاعبا يستعد مستقبل جابس لخوض غمار بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. فبعد مغادرة ركائز الفريق الأساسية استوفت الهيئة المديرة العدد القانوني للانتدابات من خلال تعاقدها مع 8 لاعبين على غرار حارس اتحاد تطاوين نعيم المثلوثي والمدافع علاء الدين البسليمي والمهاجم الموريتاني عبدالله السوداني في بحث عن المحافظة على توازن الفريق. برشا ولاد خرجوا برشا ولاد جاوا مي في تونس ما كتعرفش الملاعبية الكل تعرف بعضها احنا جونا باهي وعندنا معناها بريسك دو ستاج مع بعضنا بدا فما شويه اوتوماتيزم بيان سور مع الماتشات ان شاء الله تتخلق اللحمه الباهيه. هذا هو البروفيسيوناليزم واحد كان كل عام معناتها ربي يكتب له في بلاصه السنه كتبت في مستقبل جابس تعرف جمعيه معناتها سورتو في 3 سنين الاخرى معناتها قاعده تلعب مرتاحه معناتها ماهيش قاعده تقعد تلعب على المانتيان للاخر تمنع قبل جولات نحاول نحسنوا معناتها لو ماكسيموم. والى جانب انتداب اللاعبين تعاقد مستقبل جابس مع المدرب حاتم المساوي اثر انتهاء تجربته بالاطار الفني للمنتخب الوطني والتي دامت 7 اعوام لينطلق في مهمه جديده هدفها قياده الفريق الى تحقيق النتائج المرجوه. تو لازمني نريني وحدي معناها ندخل وحدي كونتر برانسيبال معناها في بريمير ديفيزيون ان شاء الله كما قلت انا اخترت مستقبل جابس فريق كبير فريق عنده معناها تاريخه في البطوله الوطنيه ان شاء الله نعرفوا كيفاش نوظفوا الخبره اللي عندنا اللي كسبناها وان شاء الله بقدر ربي نعملوا موسم به. الهدف معناها ما لازم لنا كلاسمون باهي معناها نحسنوا الكلاسمون نتاعنا ونمشيوا اكثر معناها اكثر المسيره معناها في الكوب معناها في الكاس تونس. وسينزل مستقبل جابس ضيفا على اتحاد بنجردان في مستهل بطوله الرابطه المحترفه الاولى في لقاء ستعطي خلاله النقاط 3 دفعا معنويا للفريق الفائز في طريق تفادي النزول. في كرة القدم العالمية تغلب استود يانتيس الأرجنتيني على غريميو البرازيلي في مسابقة كأس ليبرتادورز وفاز أتلتيكو بارانيانزي البرازيلي على بينارول ضمن منافسات كأس أندية أمريكا الجنوبية فيما تغلب ريال مدريد على روما في مسابقة كأس الأبطال. حقق استوديانتس دو لا بلاتا الأرجنتيني فوزا هاما بهدفين مقابل هدف على ضيفه غريميو البرازيلي في ذهاب الدور 16 من مسابقة كأس ليبرتادوريس في اللقاء الذي جمعهما بملعب سيوداد. وتقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر حمل توقيع اللاعب خوان أبالوزا منذ الدقيقة 9 ثم تمكن زميله غاستون كامبي مضاعفة النتيجة في الدقيقة 38 قبل أن يقلص والتر كانيمان الفريق للضيوف في الدقيقة 44 ويأمل الفريقان في حسم أمر التأهل إلى الدور القادم عندما يلتقيان في لقاء العودة في 28 من الشهر الحالي ببورتو أليغري بالبرازيل. وإلى إياب الدور الثاني من مسابقة كأس أندية أمريكا الجنوبية كوبا سودامريكانا حيث اكتسح أتلتيكو بارانيانزي البرازيلي مضيفه بينارول أورغوياني ب4 أهداف مقابل هدف بالعاصمة مونتيفيديو. ولم ينتظر أتلتيكو بارانيانزي طويلا ليهوز شباك صاحب الضيافة بهدف أول عبر ليو بيريرا منذ الدقيقة 7 أضاف بعد ذلك مارسينيو الهدف الثاني في الدقيقة 53 ثم قلص كريستيان رودريغيز الفريق لأصحاب الأرض في الدقيقة 62 قبل أن يستعيد الفريق البرازيلي السيطرة مجددا ويحرز ثنائية عبر كل من مايكو فينيسوس فيريرا وبرونو مورا. أما بالكأس الدولية للأبطال فقد حقق ريال مدريد الفوز بهدفين مقابل هدف على روما الإيطالي حيث استعاد
هلا الملكي واجهت بقوة منذ البداية، وتمكن من افتتاح التسجيل عبر نجمه الصاعد ماركو أسينسيو منذ الدقيقة الثانية، مستغلا امدادا رائعا من زميله الويلزي جارت بيل الذي احرز بدوره الهدف الثاني بعد 13 دقيقة. قلص روتمان الفريق لروما في الدقيقة 83، وبركلات الترجيح 5-4 تغلب تشيلسي الإنجليزي على أولمبيك ليون الفرنسي أثر انتهاء اللقاء الذي جمعهما بستامفورد بريدج بالعاصمة لندن على التعادل السلبي في أول مواجهة للفني الإيطالي موريتسيو ساري. ختم النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الحكومة يعلن صرف القسط الأول من مستحقات المتقاعدين قبل عيد الأضحى وإدماج المرأة الريفية في منظومة التغطية الاجتماعية. عودة تدريجية لكميات بعض الأدوية التي سجلت نقصاً وسوء توزيع في الصيدليات بعد تعهد الصندوق الوطني للتأمين على المرض بسداد جزء من ديونه. عودة تدريجية لكميات بعض الأدوية التي سجلت نقصاً وسوء توزيع إلى الصيدليات بعد تعهد الصندوق الوطني للتأمين على المرض بسداد جزء من ديونه. مكاتب صرف خاصة تركز قريباً في أنحاء الجمهورية بعد تخرج دفعة أولى من المؤهلين في القطاع، والهدف التصدي لسوق الصرف الموازي. عذراً على الخلل في الصورة، وبإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكراً لكم وإلى اللقاء.